وانت خارج من حارة أبو الليف هيقابلك شارع الحنفي، أشهر شوارع عابدين، واللي أول ما تدخله هتحس بحالة روحانية من نوع خاص. ده لأنك هتبدأ الشارع بسبيل داوود باشا وعليه الآية الكريمة عيناً فيها تسمى سلسبيل. في الجهة المقابلة للسبيل هيلفت انتباهك جامع كبير للشيخ صالح أبو حديد، كان أمر ببنائه الخديوي إسماعيل، له 6 أبواب، كمان له قبة من الخارج مصنوعة من الخشب مدفون تحتيها الشيخ صالح. جنبه على طول جامع السلطان الحنفي اللي بناه الشيخ شمس الدين أبو محمود الحنفي، وله 4 وجهات حجرية. لجامع الحنفي مأذنة مميزة بتتكون من قاعدة مربعة كبيرة ليها 3 دورات بتنتهي ب4 رؤوس مضلعة مبنية على 4 قباب اسطوانية من الحجر. عم محمد، موريني حضرتك، انت بقالك كام سنة بتشتغل مع الأكلوك هنا في المحل؟ بقالي حوالي بتاع 30 سنة كده. 30 سنة؟ 30 سنة. شكلك صغير يا عم محمد، ليه؟ انت عندك كام سنة؟ أنا عندي 45 سنة. فأنت هنا من وأنت عندك 15 سنة؟ وأنا عندي 15 سنة. ناس تمام ومربيني ومتربي معاهم يعني من 30 سنة. وتعلمت الصنعة دي؟ وتعلمت الصنعة بجميع أنواعها. أنت أصلاً من هنا يا عم محمد؟ أنا أساساً من السيدة. من السيدة؟ أساساً من السيدة زينب. وأهلك قالوا لك الناس دي طيبين، روح اشتغل معاهم. أخويا الكبير كان شغال معاهم فلقاهم كويسين فخدني معاه، فأنا كملت بقى معاهم فلقيتهم يعني ناس، حسيت إن هم أهلي مش ناس غريبة عليا بحيث إن أنا أسيبهم وأشتغل شغلانة تانية. فانت كانك شغاله مع اهلك صحتك، تحس ان انت من العيل. طبعا هما الثلاثه علاقتك بيهم كويسه؟ لا، علاقتي بيهم انا الاهل، ده هما اللي مربيني، اخواتي الكبار. هما اخواتك؟ طبعا. بعدين انا بفتخر بيهم في كل حته يعني، وبتشرف بيهم في كل حته، ناس تشرف يعني، ناس يعني محبوبه، الناس تحبها. ايه اللي يخلي الناس يا عم محمد في المناطق الشعبيه يستجدعوا حد وما يستجدعوش؟ من المعاملة، الواحد لما بيتعامل وبيقع في طبعا المواقف هي اللي بتبين الحلو والوحش، فالناس ما كانوش بيسيبوا اي حد في اي موقف يعني الصراحه، فعشان كده هو الواحد استمر معاهم المده دي كلها. دلوقتي انا يعني انواع كتير قوي من المخلل قدامي، بس في حاجات انا عمري ما شفتها. يعني الاول الاصناف العاديه نقول عليها، يعني ده جزر، ده بصل، في لفت، في خيار، في فلفل، في لفت اللي جوه، في خيار وفلفل، وفي فلفل مكسيكي، وفي فلفل بلدي، يعني فلفل انواع. ده اللي هو الهالوبينيو ده؟ لا، غير الهالوبينو. الهالوبينو ده وضع، والفلفل المكسيكي وضع، والبلدي وضع. الهالوبينو اللي هو اجيبه لحضرتك، الهالوبينو اللي هو دوت اللي هو شرايح كده، اللي هو شرايح ده الهالوبينيو. ده الهالوبينو بيتحط على بيتزا، على بيتحط على بيتحط على المكرونه البشاميل لو حد عاوز يعمل عايزه مشطشط. وده الفلفل البلدي بتاعنا؟ لا، ده الفلفل المكسيكي. الفلفل البلدي الفلفل البلدي محطوط في البرطمانات الكبيره. واغلب الناس بتحب البرطمانات المشكله دي، ولا اغلب الناس بتاخد مثلا لفت لوحده وخيار لوحده؟ لا، هو طبعا المشكل عشان بيبقى فيه كل حاجه طبعا، ده بيبقى بقى حسب التذوق بتاع البني ادم، اللي هو بيبقى عاوز حاجه لوحدها، حاجه معينه، بيحب حاجه معينه فبياخدها. امال الخيار اللي هو البسيط ده اللي بنعمله في بيتنا ياخد قليل؟ ده لا، ده الخيار العادي، ده الخيار البلدي اللي هو ده الخيار العادي. ده بتخلله كل قد ايه؟ لا، في يعني على حسب يعني، الخيار دوت بيتخلل يعني مثلا كل سنه او كل موسم. الخيار طبعا. ده انا بعمل في بيتنا سريع جدا. وفي ما هو يعني ايه، الخيار انواع يعني، في مرحله اللي انت حضرتك ممكن تاكليه وهو لسه نص سوا، وفي حضرتك لو انت عاوزاه يقعد مده طويله معاكي فبتخلي كل حاجه وليها بطريقه تانية. كل حاجه ليها نسبه ملح معينه بحيث ان انت تقدري تحفظي على يعني الحاجة. مثلا اللي هيقعد سنه ده يبقى ملحه اكيد وخله اخف من اللي انا هاكله في 4 5 ايام؟ لا، بالعكس. العكس طبعا. ازاي بقى؟ العكس، لان الخيار اللي انت هتاكليه حضرتك على طول ده بيبقى ملحه خفيف. ده بيستوي على طول فملحه خفيف، فالتاني اللي انت هتقعديه معاكي فتره طويله ده بياخد وقت، فلازما ليه عمايل مخصوصه اللي هو بياخد ملح، كميه ملح كتيره بحيث اللي هي تقدر تحافظ على الحاجه اللي هي تقعد معاك. ايه تاني بيخش في المخلل؟ يعني الجزر ده لما تقطعوه كده تحط فيه ايه عشان يتخلل كده؟ لا، هو الجزر بيتعمل سليم، بيتخلل سليم،
بعد كده بيتقطع، بعد ما بيتخلل بيتقطع. اه انت بتخلله سليم. بيخلله سليم، وبعد ما بيخلص فتره تخليله في السليم فبتاخد الصناعيه بتروح مقطعاه. يقعد قد ايه مثلا عشان يبقى جزر زي بتاعنا زي اللي انت بتبيعه ده؟ لا ففي بيقعد فتره طويله عشان خاطر اللي هو يتخلل، ما هو موسم يعني. انا النهارده موسم الجزر، فلازم عشان خاطر انا اطلع جزر لا اما اديله نسبه ملح كتيره، لا اما لو انا عاوز اخلله للسنه الجايه فبديله برده نسبه ملح معينه. كل حاجة فليها. وانت شاطر في الحاجات دي يا عم محمد، دي شغلتك. 30 سنة فيها فحافظها من الألف للياء يعني، فلو فموضوع طب تاني. طب الزيتون يعني، يعني مثلا الزيتون ده والزيتون ده عندك كام صنف زيتون وايه هم؟ عندي زيتون تفاحي. ده ايه مثلا؟ ده زيتون أخضر تفاحي. وعندي زيتون كلاماطة. ده كلاماطة؟ ده كلاماطة. وفي مال الكلاماطة اللي أنا أعرفه أسود عندك؟ في، ما هو الكلاماطة في كذا أنواع يعني. الكلاماطة بكذا نوع، مش نوع واحد. وفي عندي زيتون اسمه زيتون دولسي. دولسي؟ آه في دولسي بس مش موجود دلوقتي حاليا. هو عامل زي الكلاماطة بس أخضر. أه ممكن أهو، أهو موجود ده سايب. ده الزيتون الصغير ده؟ ده الزيتون الدولسي. ده بيبقى ليه طعم برضه تاني، وليه اه يعني قريب من الكلاماطه يعني، هو ده تاني درجه للكلاماطه. فالزيتون الكلاماطه اغلى يا عم محمد. ها؟ طبعا الكلاماطه سعرها غالي عن الزيتون العاديه. يعني ده كيلو بتاعه اغلى من الزيتون، أغلى من الزيتون العادي الاخضر بتاعنا. واغلى من الزيتون الدولسي، لان كل حاجه ليها، كل حاجه درجات يعني، كل حاجه وليها درجات. وبتجيبوا الزراعه دي منين؟ يعني تشتري زيتونك منين وتشتري بصلك منين؟ تشتري لا منين؟ كل ده في تجار احنا بنتعامل معاها، فبيجيب لنا كل موسم. اه يعني موسم الزيتون فبيجيبوا لنا التجار بتاعه الزيتون، بيجيب لنا الزيتون. موسم البصل بيجي لنا برده التجار بتاعه البصل، بيجيب لنا الشغل. فكل موسم فليه ليه الناس بتاعته، فبتجيب الحاجه بتاعتها واحنا بن. طب انا لقيت اصناف انا مش متعوده عليها، يعني ده ايه مثلا؟ في السنه دي احنا عاملين لارينج. ده لارينج؟ ده لارينج. انا ينفع ادوق الحاجات دي؟ اتفضلي اتفضلي. لارينج ده انا اسمع انه مربى يعني، ما اعرفش انه لا خلل. ده لارينج بيتخلل وبيتاكل. ده يبقى كان في زمان الناس بتحط اللارينج ده في الجبنه القديمه. انا اول مره اسمع عنه في حياتي. لا اللارنج على طول معروف، اللارنج ده كان بيبقى في الجبنه القديمه. ده عارف القطنه ما بتكدبش بتاعت مدام نظيفه، ده العيش الناشف ما بيكدبش. بس دي حته كبيره جدا وانا مش هعرف اقطعها. كل نصها يعني، خدي حته على قد نفسك وخدي على حته. انا هتصرف. طب عندك ايه اصناف ثانيه غريبه؟ عندي جديد مانجا. مانجا عاملين مانجا مخلله، ده الجديد بتاعنا. وعندنا حمص وعندنا ترمس. ده شيء خرافي بألف انا وشفا والله العظيم. جميل جدا. ده ما تلاقوش غير عند الاكلوك بس، وحياة ربنا خرافي. بألف انا وشفا. طب ايه موضوع المانجا ده؟ في عندنا مانجا جديده. ده اه دي مانجا، مانجا مخلله، ده جديد السنه دي ان شاء الله في رمضان، وان شاء الله هيعجب الناس. مين يعني مين اللي علمكم؟ انا اعرف ان الجماعه الهنود عندهم حاجه اسمها تشاتني، مانجو تشاتني، بيحطوه بيطبخوا حطوه على الرز وبياكلوه. لا كل حاجه وليها طريقتها، وكل يعني كل حاجه وليها طريقتها يعني. المانجا دي بتخلي، احنا كنا ساعات بنخلل الفاكهه يعني، في فاكهه فواكه بنخللها. دي حادقه قوي عليا قوي. ما هي لازم تبقى حادقه عشان خاطر المانجا، لازم بتاخد نسبه ملح عاليه عشان خاطر لا تتحفظ. بس لا هي ممكن اللارنج هو الخرافي كسب معايا. اللارنج طبعا طبعا بألف انا وشفا. والدولسي والزيتون الدولسي. وحضرتك في ترمس من وفي امتى بقى في ترمس وحمص عند بتاع المخلل؟ دي حاجه جديده بقى احنا عاملينها عشان خاطر رمضان. دي استحدثتوها انت؟ اه دي احنا عملناها بنطور من شغلنا طبعا. احنا عارفين الترمس والحمص ده طبعا بيتاكل زي اللب وزي التسالي، فده برضو نوع من انواع التسالي. فحلو ان انتوا هنا في لاكلوك بتطوروا نفسكم وتشوفوا السوق عايز ايه وتعملوه. طبعا احنا لازم كل وقت للتاني لازم نطور نفسنا، اصل اسم لاكلوك اسم كبير يعني مش صغير، فعشان خاطر كده لازم اللي هو يتعرف باستمرار، يبقى عند الناس باستمرار، ما ينفعش اللي احنا نفضل على مستوانا. بتحب الصنعه يا عم محمد؟ طبعا حياتي. فالصنعه دي اسمك ايه انت؟ ترشاجي؟ اه طبعا ترشاجي. اه محمد اه ترشاجي. دي حاجه اتشرف بيها طبعا. طبعا طبعا آه. طبعا حاجة جميلة. وتحب الصنعة؟ لازم طول ما حضرتك لو في أي صنعة الواحد يحبها، فالصنعة طول ما البني آدم بيحبها تديله. ما ينفعش البني آدم يكون شغال عشان خاطر مادياته بس، لا لازم تحب الصنعة طبعا عشان تعرفي تطوري منها. مش هتبقى شاطر مش هبقى شاطر فيها ومش هعرف أطور منها، فلازم أكون كل مادة كده اللي أنت تطور من نفسك، ألاقي حاجة جديدة اللي أنا أشكلها، ألاقي حاجة جديدة اللي أنا أعرضها.